حول حظوظ حكومة السوداني المنتظرة في إحداث التغيير مع استمرار التخادم بين الأحزاب، ينضم إلينا عبر الهاتف من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي السيد جبار الياسري. سيد جبار، بداية مرحبا بك. أيام تفصلنا عن إعلان السوداني لتشكيل الوزارية بعد أن تم تسميته أخيرا، كيف ترى شكل الحكومة الجديدة؟ أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. تحية لك يا أستاذ سمير ولجميع المشاهدين. حياك الله أستاذ. حقيقة الأمر أنه هذه الحكومة كسابقاتها بما لا يقبل أبدا، بما لا يقبل الشك أن هذه هي مسرحية تضاف إلى المسرحيات التي بدأها عياد علاوي وهذا الرجل المدعو محمد الشاع السوداني، يعتبر آخر مسمار في نعش ما يسمى بالعملية السياسية التي تدور حولها في العراق منذ بداية الاحتلال الغاشم للعراق وحتى يومنا هذا. معهد كوينز الأمريكي للدراسات يقول إن الصوت ضعيف، الصوت أنا أسمعك بشكل جيد. طيب نعم، تسمعني أنت بشكل جيد؟ الآن أفضل. نعم. معهد كوينز الأمريكي للدراسات يقول إن محمد السوداني ضعيف وخاضع لسطوة المالكي. يعني بماذا يوحي ذلك قادم الأيام أستاذ جبار؟ قادم الأيام سيثبت للعراقيين قبل غيرهم إن هذا الرجل لا يختلف أبدا عن من سبقه، سواء كاظمي أو حيدر العبادي او مالي او المهدي، يعني عبد المهدي اللي سبق حكومه الثاؤلي والتي اسقطتها ثوره تشرين عام 2019. والتقرير الغريب في الامر انه اغلب الدول بما فيها امريكا باركت تشكيل الحكومه بالرغم من انها حكومه غير دستوريه، حسب دستورهم الذي سموه هذه الحكومه تعتبر غير شرعيه وغير دستوريه، لانه الدستور يقول بعد اجراء الانتخابات بعد شهر يتم تشكيل حكومه. مضى على الانتخابات تقريبا ما يبلغ على العام، وهذه تشكلت وولدت هذه الحكومه بمخاض عشير وانجبت لنا شخصا هجيبا وعليه ملفات فساد كبيره جدا، هو السيد محمد الشيع السوداني الذي يعتبر اداه من ادوات نور المالكي. سبق وان كانت الحكومات السابقه تتحدث ويعني عن اعلانات بمكافحه الفساد. السوداني في برنامجه توعد ايضا بمكافحه الفساد. أستاذ جبار، إلى أي مدى يمكن أن ينجح السوداني وهو مرشح توافقت عليه الأحزاب والميليشيات وحتى وسائل الإعلام الغربية تصفه بأنه تابع للمالكي؟ أخي الكريم، المشكلة أنه هؤلاء يضحكون على أنفسهم قبل أن يضحكوا على الشعب العراقي. جميعهم رفع هذا الشعار البائس والسمج عندما صرح، نتذكر كلنا نتذكر انه حيدر العبادي ايضا رفع شعار محاربه الفساد وانه سوف يضرب بيد من حديد، واكتشف فساد كبير في الحشد وفي الجيش العراقي وكشف عن الفضائيين باعداد مهوله جدا، ولم يفتح لنا ملف فساد واحد، ولم يغلق ملف فساد واحد. كذلك من جاء بعده عادل عبد المهدي والكاظمي، الكل يتحدث عن الفساد وهم اكثر الفاسدين في هذه التشكيله الغريبه العجيبه يضحكون بها على عقول العراقيين. ولكن انا ابشرهم بان هذا الرجل السيد محمد الشاع السوداني كما ذكرت هو اخر مسمار في نعش هذه العمليه المخابراتيه الاحتلاليه الاجراميه البائسه، والشعب العراقي وصل الى مرحله بانه لا يقبل ابدا بانصاف الحلول مهما حصل على تسكيه هذه الحكومه، مهما حصلت على تسكيه
او مباركه من المجتمع الدولي او من المرجعيه او من طيب استاذ جبار في ظل الرفض الشعبي لحكومه السودان والعمليه السياسيه ونظام المحاصصه الذي لم يقدم للشعب العراقي اي شيء جيد، هل تتوقع موجه جديده من التظاهرات الرافضه للعمليه السياسيه ومخرجاتها يعني الممثله في السودان والممثله في حكومته المنتظره؟ أخي الكريم وليسمع العراقيين من ذاته وحتى إن هؤلاء استعجلوا أو طبقوا هذه الطبخة بشكل سريع قبل يوم 25 تشرين لتلافي ما هو أعظم، لأنه سوف يرتكبون، أنا متأكد والأيام بيننا سوف تثبت ذلك، سوف يرتكبون مجازر بحق أبناء ثورة تشرين المجيدة، وسوف يقومون بنفس الادوار التي قام بها عبد المهدي في عام بدايه الثوره 2019، وسوف يحاولون قمع هذه الثوره، لكن اقول لهم وان تمكنوا من قمع الثوره المرتقبه يوم 25 تشرين ان شاء الله الثاني بعد ايام، سوف لن يستطيعوا الاستمرار في هذه الحكومه، وهذه الحكومه ولدت ميته وستكون اخر حكومه في مسلسل هذه الحكومات التي بدأ الاحتلال وتنتهي ان شاء الله بثوره شعبيه عارمه وعصيان مدني عراقي مبارك، والشعب العراقي ابدا سوف لن يساوم على قيادته وعلى كرامته وعلى مصادره ارادته. شكرا جزيلا. عبر الهاتف من وسط الكاتب والباحث السياسي العراقي الاستاذ جبار الياسري.